لان الاول مره لما يتقالي ان انت هتاخدي جايزه يتقالي حيثيات غير فنيه، يعني دايما يتقالي جايزه عن مجمل اعمالك او عن دور معين او تكريم عن دور معين. والله انا بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، انا عارف ان دي السنه العشرة بتاعتهم، والحقيقه هي مجله ناجحه جدا، ونتمنى لهم من احسن لاحسن ان شاء الله. والله انا بحب دير جست، بحب الجائزه بتاعتها عشان دي بتبقى لو ما خدتهاش بحس ان في حاجه غلط بالنسبه لي حصل، تعودت عليها، فيا رب دايما كده ان شاء الله ابقى باخدها. يعني النهارده طبعا مدعو، انا مش جاي، يعني السلفات ده يعني حصل تكريم، انما انا جاي النهارده اسقف للي هيكرمه، لانه الفنان لازم يتواجد ويعرف انه الفنان لما بيتكرم يبقى الفن بيتكرم ضمنيا، يبقى انا بكرم النهارده اللي بمتهن الفن من غير ما اخد جايزه، فلازم احرص على التواجد. هقول لهم كل سنه وهم طيبين، وعقبال يا رب السنه المية ان شاء الله، ودايما في تالق ونجاح. بقول عقبال مليون سنه وعقبال سنين كتير، ودير جست كده بتجمعنا مع الناس اللي احنا بنحبهم جدا. شرف ليا ان انا بتكرم لتاني سنه على التوالي. الحمد لله، يعني بشكر ربنا وبشكر امي اللي بتدعي لي، وبشكر الفانز بتوعي اللي بيصوتوا، لولا هم ما كنتش ابقى هنا. شرف ليا ان انا بقى وسط النجوم دول كلهم، كنت بقعد اتفرج عليهم في التلفزيون واقول يا يعني هل هقدر احقق اللي انا عايزه عشان ابقى وسطهم، فان انا موجود هنا ده شرف ليا الحمد لله. بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده كل سنه تعملوا حفله جميله زي اللي انا شايفاها النهارده. الحقيقه انا اول مره احضر، وبقول لهم مرسي على التكريم، ومرسي على الجو الرائع ده والشياكه والرقي اللي احنا شايفينه. ان شاء الله السنه الجايه يا رب افوز برضه عندكم بجائزه باذن الله. طبعا احب ان انا ابارك لكل الناس اللي فازت في بجائزه النهارده. انا يعني بحب ان انا احضر دايما حفله دير جست، لانها حفله منظمه وناس اللي عاملاها ناس محترمه جدا، وانا دول زملائي واصدقائي، لازم ان انا اجي ابارك لهم واشارك في الحفله. يعني كل سنه وانتم طيبين. اولا انا مبسوط ان انا موجود النهارده في دير جست فيستيفال، حاجه محترمه جدا في وسط كل النجوم الكبار، وانا مبسوط ان انا موجود النهارده معاهم. يعني دير جست بتحتفل بعيد ميلادها العاشر، ودي عشر سنه ليا برضو في برنامج انا والنجوم وهواك، وعشر تكريم كاحسن مذيع في مصر، يعني مش كلهم دير جست ولكن تاني مره دير جست. وبقول لدير جست كل سنه وانتم طيبه، ومؤسسة محترمة، وفستيفال بنشوفه كل سنة مبهر وبيلم كل رموز الفن الجمال،
وبيكرمهم بمنتهى اللياقه والشياكه والادب والاخلاق والرقي. فبتمنى دايما يا رب النجاح والتوفيق لي. بدي اقولهم الف 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 مبروك. انا بنت الدير جست، كل سنه ببقى موجوده، ان كان تكريم او ان كان حفل او ان كان استلام جائزه. فهي السنه انا موجوده بين كل الفنانين هدول الحلوين اللي بقى لنا زمان برضو ما التمينا مع بعض، للاسف انه كانت سنه صعبه علينا. بس بتمنى يا رب انه سنه 2013 تبقى احلى سنه على مصر يا رب، وعلى الام العربيه كلها يا رب. اكيد بنحكي للدير جيست هابي بيرثدي بعيد ميلادها العاشر، وانا كتير كتير مبسوطه اني عم بتكرم كافضل فنانه صاعده. هذا اكيد شرف كتير كبير لإلي اني بتكرم بالدير جيست وبمصر، وكله من فضل ربي ومن فضل تصويت الفانز. الله لا يحرمني منهم، وشعور حلو اكيد. يعني بشكر كل اللي عمل فوتنج ليا، ومبسوط جدا ان انا شغلي عجبهم، واتمنى ان افضل دايما عند حسن ظنهم، وابقى متحمل المسؤوليه دي في ادواري اللي جايه واللي جايه ان شاء الله. فرحانه جدا جدا، بس بقيت بقى اللي حضرتك قلتيه ده، انه ده يعني تكريم بناء على استفتاء جماهيري، مش يعني ما فيهوش اي حد تدخل في اي حاجه. سألوا الجماهير، الجماهير قالت احنا عجبنا ده وعجبنا دي وعجبنا ده وعجبنا دي، يعني استفتاء من القلب قوي يعني. فده مفرحني قوي الحقيقة. اقول ميرسي لدير جست ان هي يعني حطتني ضمن الاختيارات بتاعتها، وانا حصلت بالفوتينج على يعني الجائزة اللي انا حصلت عليها، جائزة احسن ممثلة دور تاني عن سابق الاصرار، ومبسوطة جدا فرحانة الحمد لله. والله انا مبسوطه جدا، دي تاني مره يكرموني. يعني انا اول مره اتكرمت خالص برده كانت مفاجاه، لان كان اول مسلسل كان خاص جدا في 2009، ومن ساعتها ما اتكرمتش هنا خالص. ومبسوطه انه تكريم عن السينما المره دي، عشان ابقى عندي جايزه تلفزيون، مره تلفزيون ومره سينما. والله كل سنه هي طيبه، ودير جست دايما مجله متميزه جدا باعمالها ومنظمه جدا، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. بصي بصراحه ان الناس تحب المسلسل كده، فخليكي متاكده ان الكواليس كانت هايله. يعني كلنا بنحب بعض جدا، وكلنا كنا بننزل نتفرج على المسلسل مع بعض، وكلنا اصحاب لحد دلوقتي، وانا مبسوطه ان المسلسل عجب. طبعا بشكر مجله جدا، لان هي عملت خلقت معنى جميل جدا، النجمه الاسطوره كل 10 سنين، وده شيء يهمني جدا ان انا اكون اسطوره في خيال كل الفنانين وكل المبدعين، وفي نفس الوقت اكون اسطوره في خيال جمهوري. اعتقد ان هو ده اهم حاجه. شيء مهم في حياه الفنان جدا التكريم والجوائز، لانه بيحسسه انه ماشي في المسار الصح، وبيحسسه ان الناس فعلا بتحبه ومقدره مجهوده. بعدين تكريم النهارده انا بالنسبه لي خاص جدا، لانه يعني لما قالوا لي اخترناكي نجمه لهذا العام، كملوا الجملة بأن حيثيات التكريم لأول مرة مش فقط حيثيات فنية. يعني صحيح قدمت قضية معالي الوزيرة والحمد لله لقيت صدى جميل لي، لكن هي الحيثيات مختلفة شوية، أن أنت الوحيدة اللي تصديتي للهجوم اللي حصل على الفن والفنانين والمثقفين والإعلاميين. فحسيت أنه تكريم لأول مرة مش تكريم فني قد ما هو تكريم لموقف. أنا بجهز لفيلم مع أحمد السبكي وكريم السبكي، فيلم كوميدي، بس لغاية دلوقتي ما استقرناش عليه يعني. وفي بجهز برضو دراما مسلسل 2014 ان شاء الله، بس مش كوميدي يعني، مش عايزه اعمله كوميدي ان شاء الله. يعني السنه الجايه هنبارك على الفيلم بقى. يا رب، ربنا يخليكي. ميرسي ميرسي يا حبيبتي، شكرا. ميرسي. اكيد انا مبسوطه بالفوتنج اللي حصل على الانترنت، وان انا فزت في الاخر بجائزه احسن ممثله شابه تلفزيون 2012. اتمنى ان شاء الله ان انا ابقى افضل عند حسن ظن الناس دايما يا رب، واقدم لهم دايما الاعمال اللي تهمهم وتعجبهم. انا بشكركم جدا جدا على الحضور، بشكر كل الناس اللي ادوني صوتهم، واتمنى يا رب ان انا احقق ده المساله دي. خلصت الفيلم الجديد، حفله نازل كمان كام يوم ان شاء الله، ان شاء الله اتفرج عليه سوا. يلا يلا، شكرا، الف شكر. شكرا.